عزيزي المشاهد، مرحبا بك في قناة شاهد كيف. في هذا الفيديو سأروي لك قصة عن متجر لبيع الزوجات، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أحد الأيام تم افتتاح متجر لبيع الزوجات بإحدى المدن ليسهل للرجل إيجاد واختيار زوجته بنفسه، وتم وضع قوانين للتسوق عند المدخل، وكانت تلك القوانين كالتالي: للرجل فرصة الدخول مرة واحدة للمتجر، ويمكن الاختيار من أحد الطوابق أو الذهاب إلى الطابق الأعلى منه، لكن لا يمكن النزول إلى الأسفل مجدداً. فدخل أحدهم المتجر لاختيار زوجة تناسبه، فوجد عند مدخل الطابق الأول عبارة تقول: النساء هنا لديهن عمل ومؤمنات بالله. واستمر الرجل في المشي، وفي مدخل الطابق الثاني وجد عبارة أخرى تقول: النساء هنا لديهن عمل ومؤمنات بالله ويحبن أزواجهن. فقال في نفسه: سأذهب للطابق الثالث، ربما أجد أفضل منهن. وفي مدخل الطابق الثالث وجد عبارة تقول: النساء هنا لديهن عمل ومؤمنات بالله ويحببن أزواجهن وأيضا جميلات. اندهش الرجل ولم يستطع الصبر، ولكنه قال في نفسه: سأستمر بالصعود أكثر. وعند وصوله إلى الطابق الرابع وجد عبارة تقول: النساء هنا لديهن عمل ومؤمنات بالله ويحببن أزواجهن وجميلات ويساعدن أزواجهن في كل شيء. فتعجب وقال: يا إلهي، إني لا أستطيع التحمل، سأوافق حالا. ولكنه استمر بالصعود، وفي مدخل الطابق الخامس وجد عبارة تقول: النساء هنا لديهن عمل ومؤمنات بالله ويحببن أزواجهن وجميلات ويساعدن أزواجهن ورومانسيات. وكادت أن تطأ قدمه ذلك الطابق، إلا أنه استمر بالصعود إلى الطابق السادس ليجد عبارة تقول: أنت الزائر رقم 4,566,789، وليس هنا أي زوجات في هذا الطابق، لأن هذا الطابق وجد خصيصاً كبرهان ليؤكد لكم بأن الرجال لا يمكن إرضاءهم أبداً. شكراً على زيارتك للتسوق في متجر الزوجات، وانتبه لخطواتك وأنت تخرج. نتمنى لك يوماً سعيداً. Oh.